بدأت أخبارنا من عند الفريق الأول اللي واصل تدريباته النهاردة في إطار الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري، واللي هتكون يوم الخميس في إطار الجولة 9 من عمر الدوري. طبعا الكابتن معتمد كان منح اللعيبة راحة يوم الحد بعد الفوز على سجردة في الكونفدرالية بهدف من زيزو، وفريقنا استأنف تدريباته امبارح، والنهاردة فريقنا بيواصل تدريباته لاستعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي. كان في اجتماع على هامش مران النهارده، والكابتن معتمد كان حريص جدا انه يتكلم مع اللاعبين عن استمرار الانتصارات واستثمار حاله التفوق اللي بيعيشها الفريق حاليا، خصوصا ان فريقنا تحت قياده الكابتن معتمد فاز في كل المباريات سواء في الكونفدراليه او كمان في الدوري. وطلب كابتن معتمد من اللعيبه الاستمرار في نفس الطريق والتركيز على تحقيق الفوز في مواجهة المصري يوم الخميس اللي جاي اللي هو بعد بكرة إن شاء الله. طبعا الأخبار السعيدة اللي عايشينها من امبارح هو خبر عودة محمود حمدي الونش للمشاركة في التدريبات، وده بعد غياب طويل بسبب الإصابة. طبعا الجهاز الفني بيحاول أنه يجهز الونش بأفضل طريقة ممكنة علشان يقدر يشارك في المباريات قريبا. طبعا في متابعة لحالته بشكل مستمر خصوصا بعد التعافي بشكل نهائي والاطمئنان عليه من خلال المشاركة في المباراة. طبعا كابتن معتمد حريص على المتابعة مع الجهاز الطبي ومع اللاعب نفسه عشان يقدر يحدد الحمل البدني والفترات اللي ممكن الونش يشارك فيها. طبعا بنتمنى سريعا الونش يكون جاهز للمشاركة في المباريات بشكل رسمي. بعد عودة الثلاثي فتوح وصبحي والزناري للمشاركة في تدريب الزمالك بعد انتهاء فترة الإيقاف وامتثالهم للعقوبة اللي وقعها مجلس الإدارة عليهم بعد خروجهم من معسكر الفريق لمباراة زد في الدوري، قرر الجهاز الفني بقيادة الكابتن معتمد خضوع الثلاثي فتوح وصبحي والزناري لبرنامج تدريبي خاص، وده هيكون لتجهيزهم في المشاركة في المباريات، خصوصا وإنهم طوال الفترة اللي فاتت كانوا بيأدوا تدريباتهم بشكل منفرد طول فترة الإيقاف.